خلال سنوات الحرب، قدمت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس خدمات إغاثية للأشخاص الأكثر حاجة، وأسهمت بتخفيف آثار الأزمة وتبعاتها، إلا أن دورها لم يقتصر على الأيام الكارثية، بل يمتد ليشمل لحظات الفرح والمناسبات العالمية، والذي تجلى من خلال حفل أقامته على مسرح دار الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع عبر أمسية غنائية أحياه كورال النعمة بمشاركة متطوعين من جميع المحافظات السورية وبمرافقة فرقة موسيقية مؤلفة من 20 عازف وعازفة. فكرة التطوع هي فكر الحقيقة صار تشربوا الشعب السوري، وأهل حمص بالذات شغوفين لهذا الموضوع كتير، فلذلك أنا حتى كنت تابع من عن طريق الكومنتات لما كنت نعمل الإعلان، فالكل متحمس لأنه يكون موجود، خصوصا بما يخص موضوع أنه هو تطوعي بالذات له علاقة بها اليوم، وبنفس الوقت فيه دعم لمرضى السرطان، لأطفال مرضى السرطان. ما بدي أسميهم حلقة ضعيفة، ولكن حلقة تستحق الدعم، يعني لأنه المجتمع بالوقت الحالي مطلوب منه يكون متكافل ومتضامن، وبنفس الوقت نلفت للانتباه للعمل التطوعي اللي هو كثير مهم وبيحتاجه بلدنا بهالفترة. لازم كلياتنا نحطنا ايدين بايدين بعض لحتى نقدر نرجع مثل الاول واحسن، ونعمر هالبلد من اول وجديد، وننشر الفرح بهالبلد، وبنفس الوقت نمد ايدنا لكل محتاج. اشمل الالحان تناغمت مع الاداء الصوتي المبهر للكورال، وسط تفاعل الحضور الذي ردد كل كلمة لحنا وغناء، فضلا عن التصفيق المتواصل. وفي نهاية الأمسية قدم الحضور والمتطوعون في الدائرة تبرعات لصالح جمعية بسمة التي تعنى بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وذويهم. وهالأمسية رائعة، واسمها النعمة، اسمها هي لفرقة النعمة، وجامع هالشباب وهالصبايا، وبهالمناسبة التطوع. وهلأ نحن عم نتبرع لجمعية بسمة لأطفال مرضى السرطان، وبتمنى أنه هذا هو واجب وطني وواجب إنساني ودعم إنساني لكل حدا قادر ولو بشي بسيط. في اليوم العالمي للتطوع، تركت الفرق التطوعية والمبادرات والجمعيات الأهلية الأثر الإيجابي للعمل الإنساني التطوعي في حمص بمختلف المجالات، فضلاً عن دمجها في برامج التنمية. من مسرح دار الثقافة بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.